نرحب بحضراتكم أكيد مرة تانية، وتكلمنا كتير جدا عن هذا الملف وملف في غاية الأهمية. فكرة هنا الحفاظ على لياقة اللاعبين، إزاي إن احنا نتجنب الإصابات في فترات ضغط المباريات اللي النادي الأهلي يعني اللايف ستايل بتاعه كده للأسف الشديد، إن احنا عندنا ضغط مباريات لا ينتهي موسم ورا موسم ورا موسم. طيب ملف مهم جدا، إزاي ممكن إن احنا كمان مش على صعيد كرة القدم فقط، على صعيد الرياضات المختلفة والألعاب المختلفة. خلينا على كل حال نرحب بدكتور أحمد سالم، مخطط أحمال شباب أهلي دبي، وهو جاي في أجازة، فإحنا قلنا إيه نستغل برضو وجوده معنا. صباح الخير يا دكتور. بونجور. صباح الخير وسعيد بيكم طبعا، يعني من الاستوديوهات اللي الواحد يعني كده بيحس إنه متألق فيها حتى في الأجازة. ده من ذوق حضرتك مكرم أخلاقك، إحنا اللي سعداء وشرف ليا وجودك معانا والحمد لله على السلامة، منور مصر. ربنا يخليك. وتعالى يعني نستهل كلامنا مع حضرتك بتجربتك مع أهلي دبي. والله هي دبي اصلا يعني بلد من البلاد الجميله طبعا، تحب تقعد فيها طبعًا. يعني نادي شباب الاهلي من الانديه الكبيره الحمد لله، الموسم ده يعني عاملين حاجه كويسه في دوري ادنى محترفين، وعاملين على مستوى اكاديميه الكوره تقريبا 9 بطولات في الكوره، يعني 18 17 كاس ودوري، كاس ودوري، كاس في 16، كاس في سيطره يعني يعني الحمد لله. يعني حتى الشيخ محمد بن راشد هو بيستقبل الفريق وكده، وكان له رقصه جميله كده مشهوره مع حسين الجسمي، فرح لان دبي طبعا في الكوره دايما تحس انها بتنافس ابو ظبي في العين، في الوحده، في الجزيره. فدبي السنه دي يعني عامله كنترول على الامارات كلها في على مستوى كره القدم يعني. حلو. بقالك قد ايه معاهم؟ انا من جابوني من شهر 11، ثلاث ارباع الموسم كده. يعني كان عندهم الحته دي، كان تقريبا في حد اجنبي ومشي او حاجه، فكلموني. كنت انا طبعا زي ما حضرتك عارف اخر مره كنت هنا كنت في الاهلي ولا في انبي؟ بيتهيألي في انبي. الموسم اللي هو اللي فات ده كنت في انبي، وكلموا الاستاذ ايمن الشريع رئيس النادي، والحمد لله يعني رحت. وانا فاكره ان انا قلت لك لما نيجي دبي هنكلمك. لا وجيت وما اتكلمتيش. لا بس احنا بنفتخر بجد باي يعني كادر مصري لما بيتالق في الخارج. انا لسه كنت بتكلم مع دكتور احمد ان الامارات فيها انديه كتيره من الانديه الكبيره، الوحده والعين طبعا وشباب الاهلي والجزيره، يعني انديه كبيره وفيها بالمناسبه كتير كوادر مصريه بتعمل هناك. ده حقيقي. والكوادر المصريه حتى كمان في الـ في الـ في الـ لما تبص على مستوى الاكاديميه تلاقي المشرف الفني كابتن وائل السيسي ده مصري برضه، وعامل انجاز كبير قوي في الاكاديميه تحت. كابتن بدر كمان، كابتن بدر جه الاهلي. كان هناك في الجزيره وجي الاهلي بعد تقريبا مع الجزيره 15 سنه حاجه زي كده. كابتن بدر في الحته دي يعني اكاديميه الكوره السن الصغير بالذات بيعرف يتعامل معاهم يعني. جميل. طيب احنا الملف اللي عايزين نتكلم مع حضرتك عنه ملف زي ما هواندي كانت بتقول من شويه في منتهى الاهميه، وادركنا اهميته كجماهير للنادي الاهلي بصفه خاصه اخر كام سنه بشكل استثنائي. ليه؟ لان احنا شفنا النادي الاهلي بيلعب مثلا في الاسبوع الواحد اكتر من ماتشين، يعني في فترات معينه كنا دايما بنتكلم حتى وبنشتكي من تلاحم المباريات ومن توالي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي الى اخره. هنا بقى بتبرز اهميه الاحمال وفكره اللياقه البدنيه عند اللعيبه. فالحكايه بتمشي ازاي؟ الاعتماد بيكون بالكامل على الاحمال ومحاوله الارتقاء بمستوى اللياقه البدنيه عند اللعيبه، ولا بيساند ده كمان الروتيشن اللي المدير الفني لازم يعمله في حال اجهاد الفريق؟ شوف انا هوندي قالت كلمه حلوه قوي بتاعت القدر الاهلي ان هو يبقى دايما في كل الحته بتاعت طبعا اندر اتاك دايما تحت الهجوم. حتى امبارح على مستوى الاهلي الفريق تلاقي ان الفريق كله مش قالب بدني واحد، مضغوط وشغال في الموسم، وانت دايما بتحس ان انت الكره يا استاذ كريم دلوقتي في العالم كله مركبات، يعني مركب بدني فني خططي. فانت النهارده عشان تبقى فنيا كويس وتقدر تنفذ المدير الفني بيقول لك عليه لازم تبقى جاهز بدنيا، والجاهزيه البدنيه استتبعها اعداد بدني. في فتره من فترات المواسم ما بتقدرش تعمل اعداد بدني، يخش عليك الموسم انت خلاص بقيت في منافسه واثنين وثلاثه، انت مش قادر تدي اللعيب صفه بدنيه، يا دوب بتحافظ على مرتبه اكتسابه من مقدرات بدنيه وتوجهها لخدمه الفني. وهنا زي ما بيقولوا كده بالبلد الحرفنه، ان انت تخلي البدني يخدم الفني في اطار ضيق من غير ما تجهزه. دي حاجة. الحاجة التانية اللي نفسي تبقى موجودة بقى في مصر، ويعني هي تقريبا مش موجودة، ان انا يبقى في سكاوتنج بدني زي ما في الاناليسيس ده فني، لازم يبقى التحليل بدني. يعني الراجل ده عمل كام شورت سبرنت، كام لونج سبرنت،
الشورت سبرنت ده ليه؟ انا بعمل سرعه قصيره عشان اخلق مساحه او عشان اخد مساحه راجل يديني كوره زي كهربا مثلا. ايوه شوف بقى لما نيجي نعمل سكاوتنج، لو الكلام ده كان خدم كولر امبارح من الشوطين، لو عمل سكاوتنج على اداء كهربا في حته انه باخد ويعمل فينش مش زي بيرستاو مثلا، مش زي حسين الشحات، يبقى كان الراجل بتاع التحليل الوظيفي البدني فني مش الفني بس، كان قال له ان كهربا النهايات الفنيه سيئه، فده يستتبعه عدم جاهزيه بدنيه، انا اقدر ادي 40 دقيقه واتعب فاقوم واخد مثلا كهربا. اتدخل في التغييرات في جوارديولا في سيتي وفي في اوروبا، الناس اللي هم بتوع الاناليسز هم اللي بيحطوا التغييرات يا استاذ هوند. يعني يقولوا الاستاذ كريم في الباك رايت حمد هاني مثلا ما رفعش كروس اوفر طول الماتش، يبقى في عندي خلل في الهجوم في الحته دي، بيعمل الاسيستنت او المساعده الهجوميه كويس انما ما بيعملش كروس اوفر، ما بيخدمناش هجوميا. بس انت يعني عشان توصل للكونكلوجن زي ده لازم تبقى متابع اللاعب فتره طويله، تحليل وتركيز بالظبط. ما هو انا يا استاذ كريم انا بكلمك على ما يجب ان يكون، سيبك من هو كائن. حتى انا بكلمك مع نادي الزمالك الاهلي البطل، انت عايز تبقى بطل، حتى انت بتغير في اثنين لعيبه على الخط مش كده؟ وجي فينا جول. ايوه. كان لازم يبقى في بلان 2، لان انت بتغير، انت كنت بتغير وانت 2-0. فبقت 2-1 بقت مشكله، فلازم كان في بلان 2 ان انت وانت بتغير على الخط ودخل فيك جول اعمل حاجه ثانيه بقى. اسيب الراجل اللي فايق واطلع الراجل اللي قليل شويه وابدا. انا مش فني عشان اقول لك اللي المفروض كان يتعمل. او انا ما بعدلش على الكره لان هو بيفهم فن اكتر مني. بتتكلم بمرجعيه لياقه وجاهزيه. انما انا بكلم انما انا بكلمك في الاطار بقى اللي هو ايه؟ انت الاول وانت بتنزل 2-0 ما كنتش مزنوق قوي، كنت بتحاول تعزز. أيوة. وتقفل برضه عشان تحافظ على النتيجه. طب. النهارده انت بقيت 2-1 فخلاص، لا انا عايز اجيب 3-4. فكان المفروض يبقى في بلان 2، وده مش دور المدير الفني، لان المدير الفني عامل زي كل حاجه. فاللي بيعمل كل حاجه في الماتش بي 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 لازم تلاقي خلل. دور الراجل بتاع البدني، دور الراجل بتاع الاناليسيس الفني التحليل، يقول له ان انا الخلل عندي في الحته دي، او ناخر ده ونزود بده او ندفع بده، الكلام ده كله. مش عايز اطول عليك في الشرح، انما عايز اوصل الفكره انها دلوقتي بقى في حاجه اسمها تحليل وظيفي لمراكز اللعب. الراجل ده البي اوتوماكس عنده يقدر يشيل نص الملعب ولا ما يقدرش؟ كهربا بيتعب بدري، واحمد عبد القادر بيتعب. انا بكلمك في يعني بكلمك بالاسماء اهو عشان نبقى صراحه مع بعض والجمهور يعرف ان احنا بنتكلم في اطار اللي حاصل. عبد القادر ما بديش 90 دقيقه، كهربا ما بديش 90 دقيقه. طب النهارده الناس دي انا اعمل لهم سكاوتنج بدني واشوف لو برنامج تغذيه اتدخل بيه، لو اعداد بدني خاص اتدخل بيه، لو اقدر ابعده شويه واحطه في اطار اعداد وارجعه تاني للفرقه اقدر اتدخل بيه. بس هو ده يعني كولر اتكلم عنه قبل كده. انا مش بقول لك ان احنا ما عندناش اخطاء، احنا اكيد في حاجات لازم نعمل عليها، وفي كمان بالمناسبه اضافه لكلامك في تحليل الدي ان اي اللي المفروض بيتعمل علشان يجيب لك تاريخ الهيستوري كله بتاع اللعيبه، وده ثمنه مش غالي قوي على فكره بالمناسبه، وبيحصل في نوادي اوروبيه. انت بتتكلمي على الدي ان اي بدايه الموسم؟ بالظبط. لا انا بكلمك يا استاذ هوند على الخلل اللي جوه الموسم. ما انا فاهمه، هو كولر اتكلم بقى على اللي جوه الموسم ده مع مدرب الاحمال عندنا، ان هو تحدث ان في بعض اللعيبه ما تديش ال 90 دقيقه فعلا. الكلام ده حقيقي، ما بتديش ال 90 دقيقه، فهم بيشتغلوا على ان هم يوزعوا فعلا ده على القدرات بتاعت اللعيبه. حتى في لعيبه لو تلاحظ في الفترات الاخيره كان بيريحها علشان الماتشات الكبيره، يعني الروتيشن اللي هو عامله بيحقق شويه لحضرتك النقطه اللي بتتكلم فيها. هو الروتيشن بقى، نيجي بقى لكلمة الأستاذ كريم بقى في الروتيشن. هو الروتيشن ده يجي بعد اكتساب الفورمة الرياضية اللي قبلها، يجي أريحه عشان أستفيد منه قدام. طب ما أنا عايزه دلوقتي، يعني أستفيد منه حسب رؤية المدير الفني. كويس، بس أنا عايز المدير الفني يا أستاذ هوند، اللي أنا أقصده إن أنا عايز المدير الفني يساعده الراجل بتاع الأناليسيز، يقول له أنا مش لما يتعب أخرجه. أكيد، لأنه هو تعبان ده وصل لدرجة فورمة إن أنا عايزه. هو الطبيعي إن ال 11 لعيبة ال 11 لاعب يقدروا يأدوا ال 90 دقيقة، طبعا استثني حارس المرمى، هل العادي ان ال 10 لعيبة التانيين كلهم يكونوا بنفس الكفاءة وكلهم بنفس القدرة على استكمال ال 90 دقيقة بجريهم بسبرنتاتهم إلى آخره، ولا بيبقى أي فريق في الدنيا في حد مميز في حاجة معينة فنحطه في المكان اللي نقدر نستفيد منه فيه، في حد ما يقدرش يدي ال 90 دقيقة لكن ممكن في لحظة يعمل لك فرق، يعني فاهم قصدي؟ مش بتبقى توليفة من لعيبة. طبيعي يا أستاذ كريم إن هو يدي ال 120 دقيقة مش 90، وكل اللعيبه تبقى قالب بدني واحد. اوكي، وده دور الراجل اللي هو مخطط الاحمال مع محلل الاداء. احنا بالمناسبه دي كمان نوضح للناس، للي ما يعرفش من الناس بالتفصيل، يعني ايه مخطط احمال؟ يعني بيعمل ايه بالظبط؟ ايه نوع التهيئه اللي انت حضرتك بتمارس من خلالها دورك كمخطط احمال اللي بتعملها مع اللاعب؟ التخطيط الحمل البدني ده ببساطه جدا
انا عندي سي مثلا عضله زي عضله الفك، اوكي، انا بتكلم 1000 كلمه في الدقيقه، عايز امرنها انها تتكلم ال 1000 كلمه في الدقيقه وما تتعبش. ده حمل بدني بحطه عليها، أوكي. بمرنها علشان خاطر تتكلم ال 1000 كلمه في الدقيقه وما تتعبش مع تاخر ظهور التعب، يبقى اكتسبت حاجه اسمها فورمه رياضيه. عضله الفخذ الاماميه اللي هي العامله على النشاط لازم امرنها التمرين السليم انها تشيل المفصل بتاع 70% من وزن الجسم اللي هي عامله عليه بريس علشان خاطر تقدر تأدي كره قدم كويسه. الراجل بقى مخطط الاحمال بشكل حمل تدريبي للفرقه كلها بحيث انها تقدر تمارس النشاط الرياضي طول الموسم مع تاخر ظهور التعب واكتساب فورمه رياضيه. والجميل بقى ان هو يبقى تكنيكال لدرجه ان لما يفقد الفورمه الرياضيه في احد القمم، يعني لو بيلعب زي ما سونيا هوندا قالت دوري وكاس وابطال افريقيا مثلا، ادي ثلاث قمم في الموسم، لما افقد الفورمه الرياضيه بين الاثنين اقدر استعيد شفاء الفرقه ان انا ارجعها تاني تاخد نفس الفورمه الرياضيه بدون جهد بدني. انا بعمل لها حاجه اسمها استعاده شفاء، بس استعاده شفاء كتيره. طب انت ما شفتش الموسم ده في اختلاف في القوه البدنيه عن الموسم اللي فات؟ لان ده ملحوظ بشكل كبير، يعني احنا لاحظنا استعاده اللياقه مره تانية للعيبه بشكل كبير، في لعيبه ما كانتش بتادي بشكل يعني كامل من الدقيقه الاولى لنهايه المباراه، شفنا العكس تماما مع كولر. فاعتقد كولر، وتقول لي رايك برضو، انا مش بفرض اكيد رايي بس من وجهه نظرك، لا قدر يلعب على النقطه دي ولا عشان لا؟ بتاعت كوره قوي يعني، ف في والله اقول لك على حاجه، ده مش رايي لوحدي يعني، احنا كنا بنتكلم انا وانت يا كريم في النقطه دي لو انت فاكر، ومش ملاحظات مش ملاحظاتنا لوحدنا، كتير تحدث ان كولر قدر ان هو يعيد مره تانية التالق للعيبه في الملعب. لقيت بتشوف من الدقيقه الاولى للدقيقه ال 90 وحتى لو 90 بلس في تالق، في لياقه موجوده، ما شفناش اللعيبه مستواها تدنى، لا في ثبات في المستوى. انا مش بدافع، انا بقول لك الصوره اللي بتقال دي حاجه. النقطه الثانيه برضو فكره التغيير بعد الدقيقه 70 لكولر، بتفسرها بايه؟ ليه تحديدا الدقيقه 70؟ هو الاولانيه الكولر، الثانيه عليه بقى ايه بقى؟ يعني الاولى اللي انت حضرتك قلتيها حاجه كويسه جدا، بس مش بدني، فني. يعني ما هو استعاد، ده بيتبع ده على فكره. ما انا هقول لك، استعاد حسين الشحات رونقه كلاعب حريف، انما انا عايز حسين الشحات يلعب 90 دقيقه، لانه لو لعب 90 دقيقه هيفرق معايا. استعاد كهربا بعد بريقه، ما كانش كهربا الموسم اللي فات زي الموسم ده. استعاد بيرسي تاو اللي راهن عليه كولر، ودي تحسب له طبعا بريقه كاملا، بس بيرسي تاو اصلا اوريدي من اللعيبه الكويسين بدنيا، بس جهز كويس ومخطط الاحمال جهزه كويس، الراجل البدني اللي مع كولر جهزه كويس عشان يقدر يدي اللي هو اللي انت قلت عليه البدني الفني المرتبط ببعض. من ضمن الحاجات اللي بقت مقترنه دايما باسم النادي الاهلي فكره ان النادي الاهلي هو ملك ال 90 بلس او 90 بلس، تمام؟ كون ان دي حاجه بقت معروفه عن فريق بعينه، مش دي اشاره كافيه ان الجاهزيه متحققه عند اللعيبه والكفاءه مستمره لغايه الدقيقه 90؟ دي بقى يا استاذ كريم روح النادي الاهلي. لا مش بدنيه النادي الاهلي. بص البدنيه احنا لو احنا عملنا ليفل بس عشان نبقى ناس فاهمانه، ما تقولش ان احنا بنقول ان الاهلي مش جاهز بدنيا، لا خالص. انا بقول لك ان لو انت قست الجاهزيه البدنيه على مستوى فرق الدوري هتلاقي الاهلي رقم واحد. ورقم واحد بس مش رقم واحد 100%. رقم واحد ده بيجيبه من 60 70% 80%. بس هو رقم واحد. اوكي. طب تعالى نقول بلس 90، بلس 90 دي موجوده في الاهلي من زمان. من قبل ما يبقى موجود بخطط الاحمال. دي طبيعه في الاهلي روحه. انه لا يقبل الانهزام، وتلاقي بلس 90 دي ما بتجيبش، يعني مرجعيتها روح بحته مش روح جاهزيه ولياقه. لا انت النهارده، انت يا استاذ كريم النهارده يعني اقول لك تشبيه بس ما تضحكش، يعني لو جه اسد دخل علينا في الاستوديو انا وانت هنعمل سبرنت لغايه التجمع. انت ليه؟ مش هتلحق تعمل سبرنت ليه بقى؟ ليه؟ لان ادرينالين الخوف عندنا طبعا، الدفاعيه بتقول لك ان انت عايز تحافظ على الحياه وبالتالي بتجري طبع. وانت نفسك مش هتصدق المسافه اللي انت قطعتها، لو انت بتجريها في العادي مش هتجريها طبعا. انما النهارده الاهلي مغلوب، ما ينفعش الاهلي يبقى مغلوب الدقيقه 90. اقل اكبر اعمار اللاعبين في الاهلي سنا هيجري اكتر من اكتر واحد شباب وهيدي اللي عنده. ليه؟ لان عنده جمهور بيحرك الصخر، ولو انت لاحظت الجمهور امبارح كان عامل ازاي. وهقول لك ان الاهلي في عدم وجود جاهزيته الفنيه البدنيه بيكسب في الدقيقه 90، لان ده الاهلي، دي حاجه مرتبطه بيه. وانا بقولها لك وراجع انت الماتشات وعندي استعداد اعمل لك سكاوتنج على الكلام ده في اخر 36 مباراه، هتلاقي ان الاهلي وهو وحش بيكسب وهو حلو بيكسب. طب تعالى نتكلم في الجزئيه اللي انا بكلمك فيها عشان نبقى تكنيكال شويه. انا بقول لك ان لو 60% من لعيبه الاهلي يقدر يدي 90 دقيقه، الباقي الست سبعه دول ما بيدوش ال 90 دقيقه كاملين.
والاستاذه نهاوند وحضرتك تقدر تقول لي، وانا لو قلت لك اسماء انت هتقول لي اصح. طيب معلش، وجهه نظرك ان ده بيحصل بسبب ايه؟ خليني برضو اسمع. هون ده مش كولر خالص ولا خطا، لان أيوة. الراجل جاي مشكله احمال يعني، مدرب احمال. لا انا عايز الراجل بتاع الاحمال، انا عايز النادي الاهلي يبقى فيه حد بتاع اناليسز احمال. هو على فكره احنا عندنا اناليسز احمال بالمناسبه، بس هي النقطه ان انت بتشوف ان بتتم بشكل مش المفروض تتم بيه. في اناليسز فني يعني، في راجل تكنيكال. انا عايز الشغل الجديد بقى بتاع اوروبا، الراجل اللي هو بيعمل فيتنس ريبورت جنب التكنيكال ريبورت. يعني انا النهارده الراجل بيقول محمد هاني ما عملش كروس اوفر مثلا، لا انا عايز اشوف محمد هاني عمل كام لونج سبرنت ومطعوم بكام كروس اوفر. لان دي مش كلها تقارير بتروح لكالر اصلا كده كده بقى. لا ما اعتقدش ان في تكنيكال بدني. ليه؟ لان الراجل ده لما بيروح يا حسين هاوند بيجري 45 متر، وهو بيجري 45 متر ما عملش حاجه بيرجع تاني، يبقى ده 90 متر مش كده؟ ال 90 متر دول انا بسميهم كراجل محلل اداء وظيفي جهد مهدر، انا ما استفدتش بيه. انت اي حد يبص يتفرج على الباك رايت بتاع النادي الاهلي يقول لك ده بيجري جري ملوش حل، واكتر واحد بيجري في الملعب. انما انا عايز الجري يا استاذ كريم ما تجريش 15 كيلو، اجري 9 كيلو 8 كيلو زي علي معلول بس موجه. لما تروح اعمل، واضح ولما ترجع يسند. العلم دخل في كل حاجه، هو هي دي بقى تفاصيل. وهو ده اللي بيميز اوروبا عننا، انك تلاقي الراجل بيلعب 90 دقيقه وعنده استعداد بعد 90 دقيقه يلعب ماتش تاني. ليه؟ لانه جاهز للحته دي. طب انا عايز اسالك حاجه يا دكتور برضو، لان ده او دي مشكله بيواجهها النادي الاهلي وبتواجهها انديه كتير جدا. مش عايزين نختلف يعني، انت صح. لا على فكره انا احب اختلف، ليه؟ لا مش مشكله والله، بالعكس. لما نيجي نتكلم عن انديه زي النادي الاهلي اللي عندها ضغط للمباريات عديد جدا، الحل الامثل ايه هو؟ هل حضرتك بتتكلم عن الاناليسز دي هي اللي ممكن تحل المعضله يعني، ولا المفروض يكون في حاجات تكنيكال ثانيه؟ المفروض يكون في الاناليسز الفيتنس ريبورت مع التكنيكال ريبورت دول يا استاذ هاوند، هيخليني انا كاداره النادي الاهلي اعرف اجيب، وانا بجيب اعرف اجيب حد يكون الفيتنس ريبورت عنده عالي. يعني انا بوجهه نظري المتواضعه يعني، وانا راجل ابن نادي الاهلي كنت مخطط احمل الاهلي سنتين طبعا واتشرف بيه يعني. الاهلي ما فيهوش راس حرب، ما فيهوش الاسترايكر بتاع الوداد الاسمراني بتاع السنغال ده اللي هو الاسترايكر الصريح يعني، ما فيهوش. انت بقى النهارده لغايه دلوقتي ليه ما عنديش استرايكر؟ ما عنديش لابا كوجا بتاع العين ليه؟ ما عنديش عبد الرزاق حمد الله بتاع الاتحاد السعودي ليه؟ ما عنديش الراجل استرايكر اللي هو من ربع فرصه يجيب جول ليه؟ دي انا محتار لها مثلا. والله ولو احنا اتكلموا في ده كتير، ناس قالت لك احنا عايزين راس حربه صريحه. مارسيل كولر لما جه اتقال له لو انت محتاج اي يعني مركز معين من اللعيبه قول، الراجل قال لك انا عندي سكواد كامل، انا عندي المهاجمين اللي انا محتاجهم، انا عندي خط الوسط اللي انا محتاجهم يعني. واعتقد برايه ده الاهلي محقق كل يعني احنا بنتكلم في 11 كلين شيت، فبتهيأ. انا مش بدافع، انا بقول لحضرتك الواقع ده مترجم على الواقع ازاي. انت بتنقلي وجهه نظر الثانيه. لا دي وجهه نظر الواقع، ده الواقع. مش وجهه نظر الاخر. هو اللي حاصل بالسكواد الموجود اللي كولر موافق عليه هو ده اللي جاب لك كلين شيت كل المباريات دي، هو اللي بيجيب لك البطولات دي لحد دلوقتي. الخبر الحزين بقى اللي عندي ليكم انتوا الاثنين ان للاسف الشديد الوقت مش هيسمح لنا بطرح المزيد من الرؤى ووجهات النظر، لان للاسف الوقت المتاح لنا في الفقره طب دي. طب نرد على النقطه. طب انا اخر حاجه هرد على الحته بتاعت السنه دي، انا ما بقولش الكولر انت المفروض تجيب مين. ايوه انا بقول لحضرتك ان النهارده انا لو بقى عايز ابقى في حته تانية، حته تانية دي تعني ان انا لما اروح كاس العالم ببقى في نفس الليفل. ايوه طبعا عالميا اكيد. كاس العالم أكيد. اللي هو بتاع الانديه يا استاذ كريم، لما اروح لما العب مع الوداد في افريقيا ابقى عارف ان عندي راس حربه بحط. لما مش بكلمك على ان انا الاهلي احسن من الاتحاد السكندري واحسن من الزمالك. حلوه الاتحاد السكندري دي، واحسن من طلائع الجيش، واحسن من ايوه الاهلي احسن منهم. انما في لما تيجي افريقيا ما بترحمش يعني. احنا كنا محظوظين جدا في ان احنا الاهلي ما هوش احسن من صن داونز لما لعب كوره، ما هوش احسن من صن داونز. ليه؟ لو انا جمعت الفيتنس ريبورت مع التكنيكال ريبورت انا هشوف احتياجات الاهلي. طب انا هقول لك حاجه بسيطه عشان نقفل، استاذ كريم بقى مستعجل، هاتي اخر من اول ماتشات اللي ماسكها كولر لغايه دلوقتي وشوفوا معدل التهديف. يعني شوفي انت بتقولي لي بس هو مبسوط كده،
بس هو بيحقق كده، مش مبسوط كده، هو بيحقق. طب كويس. وهو الفريق لا تشعر ان هو عنده نواقص. ولو بتكلم ان احنا احسن من الاتحاد السكندري، لا، ما احنا كمان افريقيا من اعلى الانديه والبطوله، من اعلى الانديه اللي حصلت على بطوله افريقيا. فانا لا ما أنا عنديش فهم. نواقص في حاجه على فكره يعني. انا مش بس احسن من الاتحاد السكندري، لا، ولا قلت لك احسن من الزمالك واحسن من بيراميدز، ده بحكم او ده بواقع الارقام والتاريخ بتاعي. أيوه. انما انا بكلمك بقى، تعالي نعظم دور الارقام، احنا نعظمه بسرعه بس. نعظمه بسرعه. تعالوا نقول ان انا عندي 50 فرصه محققه على المرمى، والراجل راس الحربه جاب قد ايه؟ ده احنا وليد ازارو كان جايب 21 جون وكنا بنقول مهاجم وحش. الاناليسز انا فاهم حضرتك يعني. طب انت مسافر ولا قاعد معانا يعني؟ انا كده هسافر بعد الحلقه دي. حديث بقيه. تعالي انتبهني، حديث بقيه. نورت الدنيا كلها، بنشكرك على وجودك معانا وبنتمنى لك المزيد من النجاحات ان شاء الله. ربنا يخليك. نشكرك يا دكتور. وطبعا احنا اسفين بس احنا بنبقى يعني للاسف ملتزمين بتوقيت معين، بس احنا كنا حابين نخش معاك في نقاط ثانيه كتيره جدا. انا سعيد بيكي وربنا نورت الدنيا ان شاء الله دايما مع بعض يعني. ان شاء الله دايما. نروح فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم.